حاولت من خلال كتاب ولدت مرتين أن أوثق المسكوت عنه. حكاية قصيرة عميقة عرشنا في تفاصيل على مدى سنين الماضية. قصص الموجودة هي للناس البسطاء اللي تقابلت معهم، اللي نزحوا من بيوتهم من قصف من الدمار اللي وصلوا المخيمات، أو اللي كان بالحصار وطلع برا الحصار، اللي التقيت معهم، اللي كانوا تحت الخيمة واللي كانوا تحت الزيتون، اللي طلعوا من تحت الركام. هاي العوائل أنا التقيت معها، حصلت منهم كثير من القصص. حاولت بقصص قليلة عميقة ركز على قصة واحدة، لكن كل قصة بتشمل آلام لآلاف آلاف العوائل. اخترت هذا الأسلوب لأن ليكون وثيقة، لحتى يوثق الحقيقة الموجودة، لأن الحقيقة الموجودة الآلام ما بيظهرها. مش خد ما ظهر بإمكانه يظهر قصف في الطيارة، بإمكانه يوثق الأرقام، لكن ما بيوثق الآلام. آلام ما حدا بحسين يوثقها أبدا. فأنا كنت قريب منها وثقتها. ورسالي الثاني إنه منشان الناس اللي بالداخل وين ما كانوا يوثقوا الحقيقة. الكتاب ما بيموت، الكتاب بيظل حي. الهدف يكون الكتاب بعدة لغات لحتى نزيد الوعي، نزيد المعرفة اللي عم تصير بالسوريين، الناس البسطاء. قصة أو رواية ولدت مرتين كلماتها ولدت من تحت الركام بنفس وأسلوب جميل جدا، ليس بلاغة فقط إنما إحساس ومشاعر. وهذه الكلمات التي شاهدتها مصطحبة معها صوت البراميل ورائحة البارود الذي دمر أهلنا في سوريا، هذه الرواية جسدت مأساة لا زالت مستمرة ولا نعرف نهايتها إلى متى.